السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا المشكل ديالي هو واخا كناكل في البرد اصح كيجيني الجوع، كناكل ما بين الوقات الفطور كنفطر مزيان ولا غدا والكسكور، يعني ما بين الوجبات كناكل ما تزيدش في الوزن. اذا هذه شي حاجه اللي مزيانه انك ما كتزاديش في الوزن. واخا كناكل ولكن ماشي عندي نقص بزاف، يعني نحافه تقريبا. دابا انت كتعاني عاوتاني من نحافه ماشي من سمنه. ودابا شنو يعني عندك رغبه انك تزيدي شويه في الوزن؟ بصحيت انا ماشي غير ضعيفه، راه ضعيفه بزاف يعني، وكتبان فيا الوجه في اليدين في لاطاي ديالي، يعني كل شيء يعني عندي نقص. واخا كناكل يعني الماكله ما عنديش فيها مشكل. نعم. شحال عندك في الوزن ديالك عائشه وشحال بالطول؟ طول عندي 1.75 متر وفي وزن عندي 60 كيلو. 60 كيلو، يعني تبارك الله طويله طويله. عندنا حتى عندك من هذه مده شحال هذه مزيان، وانا يعني حملت جوج ولادات دابا وما تزادتش في الوزن نهائيا. في الحمله الاولى ديالي كانت قالت لي الطبيبه علاش ما كتزاديش، قلت لها ما عرفتش من خرجت لي درت الغدة الدرقية قالت لي مزيانة، ودرت ديال المناعة قالت لي مزيانة، وخرجت لي واحد التحليلة أخرى فما درتهاش. المهم هكاك جوج يعني جوج حمالات بالرضاعة هذاك الشيء ما كنزيدش في الوزن. ديال هاد التحليلة اللي ما درتيش عائشة؟ ما عرفتش ما عقلتش، عطاتني شي تحليلة ولكن شي ظروف ما قدرتش نديرها، ما بقيتش نتبعها معاها صافي خليتها. هذاك الشيء اللي كاين. هي الدكتوره سناء العناني معنا. لا سناء ما سمعتش السؤال من الاول، اذا كان يمكن لك انا غادي نعطي لك السؤال. عائشه اللي كتعاني من نحافه كبيره وكتقول انه واخا كتكثر من الاكل ولكن ما كتزيدش في الوزن، في الطول ديالها 1.75 متر وكتوزن 60 كيلو رغم جوج الحمل وجوج الولادات ما كيتزادش عندها الوزن، دارت تحليله مجموعه تحاليل الحمد لله كتبين انها بصحه جيده. السؤال ديالها ليك هو اش المعمول باش تزيد شويه في الوزن، انه باغا تاخذ بعض الكيلوات. عائشة واش باقا معنا في الخط؟ نعم نعم اختي سناء لاباس الدكتورة ديالنا بارك الله فيك. عائشة واش غير بوحدك اللي هكا ضعيفة في العائلة ولا عندكم أشخاص أخرين في العائلة هكا عندهم نحافة؟ لا غير أنا بوحدي، خوتي ماما عندها الوزن، خوتي مزيانين، غير أنا بوحدي اللي فيهم هاد المشكلة. وأنت الوزن ديالك واش من دائما وأنت ضعيفة ولا ضعفتي شي فترة معينة؟ كنت ضعيفة شوية قبل ما نتزوج، فتزوجت زدت شي شوية وصافي، يعني ماشي شي زيادة. ومن دائما إذا من نهار تعقلي على راسك وأنت ضعيفة؟ من نهار عقل على راسي والناس كيقولوا عليا ضعيفة، أنت ضعيفة، أنت يا ما كتزاديش، أنت يا ما كتاكليش، واخا أنا كناكل الماكلة ديالي راه يعني اللي مقارنة مع الناس اللي كنعرفهم أنا كناكل أكثر منهم، واخا داكشي الوزن عندي ضعيف بزاف. حيت تبارك الله طويلة، راه فيك 1.75 متر طويلة. خصك تاكلي أكثر من شخص آخر إلا كان أكثر منك، لأن المسألة مسألة حجم. أنا طويلة بصح طولة عندي. أنت طويلة، إذا الحاجيات ديالك غادي يكونوا أكثر، ربما المستوى ديال الحرق ديالك كثير أيضا. واش كديري شي مجهود يومي؟ مجهود مجهود انا بزاف، كنوصل لدرجه الارهاق والعياء والسخفه كتجيني، يعني حتى راسي كيبقى ستريسي بزاف. اذا هذا الارهاق وهذا هذا الارق اللي انت حاسه به حتى هما كيرفعوا من المستوى ديال الحرق الدهون، ما غاديش يخليك ولا بد باش ترتاحي نفسانيا. اولا تخدمي على النفسانيه ديالك باش تعيشي حتى الظروف ديالك اليوميه تعيشيها احسن، واخا هاد لي كونترانت يعني هاد الحاجه اللي انت مجبره ديريهم في اليوم تعيشيهم بشكل اخر، ما تعيشيهمش بارق وما تعيشيهمش بتوتر. هاد التوتر ما يخليكش تزيدي في الوزن، اذا ما كنتيش مرتاحه في النفسانيه ديالك واخا تاكلي اللي كليتي غادي تحرقي. بصح لا والو، انا عندي التوتر والارهاق و النوم ديالك كتنعسي مزيان ولا لا؟ كتنعسي مزيان؟ لا شويه تنعس، والو تنعس، كنعس وانا بحال انا نعسه وفايقه في نفس الوقت. فهذيك الساعات كتبقي كتحرقي. واخا انا نعسة عقلي كيبقى خدام، كنبقى نفكر يعني كنصبح انا كنصبح مريضه عيانه.
من هذا الشيء جاي المشكل عائشة. ضروري ما تلتجئي عند أخصائي نفسي باش تقدري تشوفي شنو هو المشكل ديال هذا الاضطراب النفسي اللي عندك اللي انت عايشه، باش تخوي شويه المزيوده وتقدري تعيشي مع المشاكل اليوميه بلا توتر. واخا شكرا. الأكل أنا ما تعلقاش بالأكل، مادام كتاكلي مزيان حتى اللي دايرين بك كيقول كتاكلي وما كيبانش عليك، هذا هو المشكل. صح، لا عندي مشكل ديال التبني. نعم عائشة، دابا انتيا تعرفي شنو هو الأصل ديال المشكل، فنصيحة طبعا أنك تلجئي لمعالج أو معالجة نفسية، تعرفي واش كاين شي حاجة اللي ربما انتي دابا راكي مبينة لكش وما واعيش بها، ولكن راه كاين شي حاجة النفسية ديالك هي اللي موتراك وهي اللي معصباك وهي اللي محيدة لك النعاس، وهذا الشيء عرفتي كيف وقع. واحد الوقت الا ما صفيناش داك الدوسيات وما قفلناهمش، راه البال والعقل ديال الانسان كيبقى مشطون، وهذا الشيء كينعكس على ذاته، على الجسم، على الحاله النفسيه ديالو. فنتمنى ان شاء الله انك تبحثي في هذه الطريقه هذا وتلقاي شنو السبب باش تعالجيه وتاخذي ان شاء الله تكسبي صحتك بحول الله. شكرا بزاف، بارك الله فيكم، نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. عافاك. بغيت نسول الدكتوره سناء. مرحبا. انا دكتور عندي مشكل ديال تكيسات المبيض، ولما استشرت مع دكتور ديال التغذيه قال لي ان الحل الوحيد ديالو هو الريجيم، يعني تبعد تولي نباتي وتبعد على كل ما هو دجاج ولحم، يعني تبقى في اطار ما هو بلدي. وبغيت نسول الدكتور واش كاين شي مشكل زعما في اللحم في الدجاج وكل ما هو اللي كيتباع ما هو ماشي بلدي، لان ماشي كاملين عندنا الامكانيه ناخذ البلدي. إيه سؤالك مهم طبعا سعيدة. شنو العلاقة؟ وليس ما أنه ملي كنتكلموا على تكيس المبيض كثير من السيدات اللي ومن الشابات اللي عندهم هاد المشكل وكيتصلوا بنا مرات كثيرة. دكتورة سناء العناني، واش كاينة علاقة مباشرة أو كيفاش نشرحوا هاد العلاقة بشكل بسيط؟ بالنسبة لتكيس المبيض كيأدي كيكون عندنا مشكل ديال الهرمونات اللي غادي يؤدي الى سمنه زياده في الوزن، وداك السمنه براسها كتؤدي الى التغيرات ديال الهرمونات كتنولوا فواحد الحلقه مفرغه. اذا خص سعيده واش انت الوزن ديالك كبير ولا لا؟ انا في 170 ووصلت دابا ل 72 كيلو. 72 كيلو، اذا ما عندكش زياده في الوزن اللي هي كثيره. لا ابدا، عاده كنكون انا في 64. وما كاينش علاقه ما بين اللحوم ولي زوفير بوليكيستيك، يقدر يكون علاقه ما بين الدهون المتمركزه خاصه في البطن وهاد لي زوفير بوليكيستيك. الان هي المشكل ديالك خصك تعالجيه بالهرمونات عند طبيب اخصائي ديال النساء. هذا هو الحل باش كتحافظي على الكابيتال، على الرصيد ديال البويضات ديالك. هذا الشيء اللي كاينه سعيده. الله يخليك دكتوره. عفاك نسولك. نعم. واش ممكن حنا ناكل زعما هاد الدجاج اللي كيتباع في الاسواق زعما بامان؟ ماشي مشكل لان كنسمعوا ان كياخذوا كيعطوهم مضادات حيويه ودويت، واش ماشي مشكل زعما ناكلهم بامان لا هما ولا البيض ولا المنتجات ديالهم؟ وهو في الواقع غادي ناخذوا الدجاج البلدي غنكونوا مأمنين كثر، ولكن اذا ما قدرناش راه الله غالب، واحد مره في الاسبوع الا غادي تاخذي الدجاج ولا جوج مرات في الاسبوع ما عندهم ما يدير لك، غتاخذي غير كميه قليله 150 غرام 100 حتى 150 غرام راه ان شاء الله ما عندهم ما يدير لك، وحاولي تاخذي السمك اكثر. واخا شكرا جزيلا دكتور، وشكرا لك اخت سناء.